تفتكر انك كراجل تقدر تقارن نفسك بالستات. انسى، الستات دول عندهم قدرات خارقه يا معلم. بذمتك انت تقدر تفرق ما بين البيج وسن الفيل والكافيه واللوزي والبندقي والكاكاوي؟ مستحيل. مش بالنسبه لنا احنا كرجاله دول كلهم بني او اخضر تقريبا؟ هم بيقدروا يفرقوا بينهم بنظره واحده. يعني واحنا بندهن البيت مثلا بتبقى الغلطه بحادثه، زعل، نعيد الوش الاخير ده كله من الاول علشان هي قالت للراجل عايزه الريسبشن كافيه، والغبي زود اللبن وعمله لها لاتيه، الحيطه كلها تترمي. الغريب بقى انها بتقدر تشوف الفروق اللونيه الدقيقة دي، بس ما شافتش العربية النقل الحمراء اللي ماشية قدامها على الدائري ولبست فيها بسرعتها، وما شافتش طلعت لها منين فجأة. يمكن لو العربية كانت كاكاوي كانت شافتها مثلا. الستات كمان عندهم قدرة خارقة رهيبة، الذاكرة. ومش اي ذاكره لا مؤاخذه، لا معلش، عندهم ذاكره انتقائيه جدا، تفتكر لك حاجات من 35 سنه وبالتفاصيل. تقول لك فاكر لما زرتك في الشغل سنه 84 وكانت نيفين السكرتيره لابسه جيوب للا فوق الركبه وصندل 9 سنتي هافان، وجات لك قالت لك ان مدام ميرفت اللي في الحسابات اخذت اجازه يومين، وشك اتقلب ساعتها. اتقلب ليه؟ ها؟ في 84 تفتكر كل ده بس تنسى يوميا الرز على النار عادي وتاكله لنا وهو شايط بالعافيه. لو قلت لها نص كلمه تقول لك جل من لا يسو، وانا افتكر ايه ولا ايه؟ افتكر ايه ولا ايه؟ الله. طبعا من اهم قدرات الستات الخارقه على الاطلاق هو جهاز كشف الكذب. اثر وقول بتكلم مين في التليفون، او رحت فين بعد الشغل، او كنت بتتودود مع مامتك بتقولوا عليا ايه، بدل ما تضطر تقولها بالطريقه الصعبه. هي بتعرف على فكره، صدقني. انا مره رحت السوبر ماركت ومراتي كلمتني بتقول لي انت فين، قلت لها انا في الصيدليه عادي، قلت اجرب كده. قالت لي طب هات لي علبه سمنه من الصيدليه الحلوه اللي انت فيها دي. رهيبه. كمان في قدره خارقه شبه القدره بتاعت كشف الكذب دي، هي القدره على استشعار الخطر. تصحى الصبح تقول لك انا قلبي مقبوض النهارده مش عارفه ليه من الصبح كده. بس يا معلم، حضر البدله السوداء ولمع الجزمه علشان تقريبا طنط احسان حصل لها حاجه او اونكل عوني عمل حادثه. ما بتجليش. في كمان قدره خارقه عظيمه عند الستات، الفاير سيستم، انذار الحريق. تبقى الخناقه الرب السماء والبيت مولع نار والغلط راكبها من ساسها لراسها وموقفها سيء جدا في القضيه وكل الادله ضدها وخلاص لابساها في ثانيه، تشغل الفاير سيستم. عياط، دموع كتير في ثانيه، الموقف يتقلب لصالحها. يبداوا بقى كل الشارع يصلحوها ويرضوها ويعتذروا لها، وشكلك طبعا بيبقى زباله. قدره خارقه دي ولا مش قدره خارقه؟ خارقه طبعا. طبعا اشهر قدره خارقه عند الستات هي المالتي تاسكينج، او باللغه العربيه المهام المتعدده في نفس الوقت. تلاقيها واقفه بتخبز كوكيز بالشوكولاته، تخيط الكاب بتاع سوبرمان، بتلبس سبايدر مان اللي هو ابنك الصغير الماسك بتاعه، بتحل واجب الماث، وبتسمع اسباب فشل الحمله الفرنسيه على مصر، وبتعمل نعناع لحماتها، بتنفخ بلالين للحفله، وبتحاسب المكواجي، وبتشطف البواب في نفس الوقت. جوزها بقى يبقى قاعد بيشرب شاي، لو سالته الساعه كام يقول لها اجاوب ازاي، يعني مش شايف ايدي مشغوله اشرب شاي وانا عندي 100 مخ. في قدره خارقه قوي 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 بقى، الستات بيسوقوا العربية لمدة 20 سنة متواصل من غير ما يفتحوا الكبوت ولا مرة، ولا مرة واحدة، ولا يعرفوا حتى كبوت العربية بتفتح منين، لا زيت ولا مية ولا قطع غيار ولا ليهم فيها. مش دي القدرة الخارقة. الخارق في الموضوع ان العربية بتبقى ماشية معاهم زي الفل اكتر مننا احنا، انت متخيل؟ عندك مثلا الفصال، الفصال ده قدرة خارقة برضو، ده فوق الخارقة بمحطة. خش انا ومراتي المحل تساله على سعر حاجه، يقول لها 120 جنيه، تقول له 8.5. انا بتكسب، عايز انزل تحت الفاترينه. تلاقي البياع بيقول لها طب ما نخليها 12. يا قذر، ده انا اتكسفت لك، كسفت عشانك. تقول له 10، يقول لها طب عايزه قد ايه؟ الله، عملت كده ازاي؟ انا لما بروح لنفس البياع اقول له بكام، يقول لي 120، اقول له 115، يقول لي لا يا باشا تخسر معايا، اتفضل ما تعطلنيش. الله. طبعا في القدره الخارقه على التنكر بدون معلم، موجود عند معظم الستات. تقدر تقول لي ايه علاقه الست اللي قاعده جنبك في العربيه وانتوا رايحين الفرح بالست اللي كانت واقفه بتحمر الفراخ في المطبخ من نص ساعه؟ مفيش، انسانه تانيه خالص. لو شاطر طلع الاختلافات السبعه، هتدوخ. من الاخر، لو في ست جدعه في حياتك يعني انت معاك سوبر هيرو في حمايتك طول الوقت. مشكله السوبر هيرو ده حاجتين الحقيقه، ان هو اللي بيتصل بيك وانت في الشغل يستنجد بيك، وانه بيحتاج مبلغ من المال كبير شوية أول كل شهر. حقها ولا مش حقها؟ حقها حقها.